اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين احتفالنا بابطال جمهوريه الووتر بولو مواليد 2005 وبرحب بالكابتن توفيق جماد المدير الفني والحقيقه اللي كان ليه دور كبير في الفوز بالبطوله. اهلا بيك يا كابتن توفيق. اهلا بيك يا كابتن هيثم. نورنا والف مليون مبروك. ربنا يعزك. ميرسي جدا لحضرتك. معانا طبعا جون الفريق الاساسي طبعا اسماعيل ايهاب الخواجه واحد افضل حراس المرمى واللي بينتظروا مستقبل باهر. اهلا بيك يا اسماعيل. اشكرك والله. ان شاء الله تبقى بطوله فتح خير عليك وتتالق يعني مزيدا ومزيدا من التالق. كابتن توفيق يمكن دي اول تجربه ليك تدريبيه. تمام. ولما يبقى اول فرقه تمسكها تاخد بيها بطوله بتبقى يعني دعم كرم كبير من ربنا. الحمد لله ربنا. كلمنا عن البطوله دي واهميتها ليك يا كابتن. انا استلمت فرقه من 3 شهور ونص. طبعا يعني تحدي جديد خالص بعد الازمه بتاعت الكوفيد 19 الاولانيه. اول استئناف النشاط كان هو بس الفرقه عندها ماتشين باقيين من البطوله اللي فاتت لعبوهم. بعد كده استلمت الفرقه على طول. قالوا لنا انتوا عندكم بطوله كمان 3 شهور. كنت بتمرن مين؟ جمهوريه. لا ما كنتش بتمرن. كنت لسه يعني كنت لسه مخلص لعب. لسه مخلص فيرست تيم واعتزلت الحمد لله رب العالمين. قعدت بس 3 شهور مع المدرب الاجنبي المدير الفني السربي. ساعدت كده فيرست تيم شويه. خدت شويه خبره بسيطه وكملت بقى. تحالفت من الدار للنادي بصفه كبيره جدا من كابتن الحمد لله. كابتن وائل وكابتن وليد وكابتن محمود حسن. يعني ثقه كبيره. خلي بالك سبورت اصلي اهلنا. دول اهلنا الصراحه. لا وثقه في محلها. الحمد لله. انت الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والناس ما سابتنيش الصراحه من دي 1. شايفهم واقفين على الخط من دي 1. مفيش. لا ده كابتن محمود كان قاعد جنبي على البنش وكابتن وليد ده 24 ساعه احنا مع بعض فاتحين خط على طول. كابتن وائل الفرقه كلها من لبس الاكل السفر معسكر اي حاجه اللي بتحلم بيه. بسم الله ما شاء الله. وبتبقى جميله اكتر باهلها وبناسها. لا ربنا يخليك. ربنا يخليك. اسماعيل يمكن اجي لك. انت حارس مرمى يمكن الشوط 6 دقائق في 4 اشواط يعني 24 دقيقه قول يعني بيخش في ساعه زمن المباراه. الساعه انت عايمهم يعني ما بتريحش. كلمني عن الموضوع ده في الفاينل كمان. في الفاينل كان صعب عشان كنت بلعب فرقتي القديمه. كان فرقه انا بعشقها انت كنت في اليوبلس. كنت بعشقها بس الحمد لله يعني لعبت في فرقه ما فيش زيها فرقه الاهلي طبعا. انت بتقول لي في الماتش ما لبستش الحيطه. يعني ما رحتش حتى تريح شويه. ريحت. طب يعني ما انا عايز اعرف برضو ده يعني فيتنس يعني ده مش طبيعي ان حد يقعد الفتره دي كلها عايمهم عجله كده ومع كل هجمه انت بتحاول تشب فوق الميه. موضوع صعب. بتتمرن فيتنس ازاي؟ بنزل اسمها يوم فتنس ارضي ويوم جيم مع كابتن سراج. الارضي ده بتجري في التراك. بطن ضغط بقى ورباعي. اما في الجيم بننزل هيفي ويتس. اوزان تقيله وكده. بتتمرن كام يوم في الاسبوع يا اسماعيل؟ 6 ايام. بس خلي بالك يا كابتن الاجوان مثلا في كره القدم بيريح. ده لما تبقى الهجمه لينا بيبقى يقعدوا يتمشوا كده. هو برضه عنده 30 ثانيه بس بيريح فيهم. بيريح فيه. بس هو الفكره ان هو ما عندوش حاجه يريح عليها. يعني هو كده بيشغل على رجله. الساعه بتاعت الماتش هو شغال على رجله تماما ما فيش اي راحه. بيدوسوا على حراس المرمى شويه في طبيعي الفلس. طبيعي. ربنا بقى يبارك له كابتن باسم زينهم مدرب حراس مرمى وكابتن اكرم. هم اللي قايمين بالدور ده تماما مع الاجوان الصراحه. وواضح ان هو فارق معاهم جدا. يعني احنا اسماعيل كان اضافه كبيره لينا في النادي. هو جانا في اول الموسم بعد يعني انهى التعاقد بتاع نادي اليوبلس وجه انضم للاهلي. اختار النادي الاهلي طبعا. هو الراجل جاي. انا اهلاوي. انا بعشق النادي الاهلي وبحب النادي الاهلي. فالراجل جه وانضم اندمج سريعا جدا وسط الفرقه. انا هتلاقيهم كلهم يعني ده كان قلقني جدا الموضوع ده بقى. طبعا يخش مع الفرقه بسرعه وخصوصا ان هو جاي من اكتر فرقه منافسه ليك. صحيح. فريق اليوبلس انت على طول بتلعب فاينلز انت واليوبلس. فانت الراجل ده انت كنت لسه بتلعبه فاينل من كام يوم. بس على مستوى الكبار الجزيره دخلت في اللعبه كده. على مستوى الفيرست تيم الجزيره دخلت. طبعا. يعني يمكن احنا عندنا فاينل الجمعه بس الجزيره برضو ده الجزيره. طبعا انفولفد في القصه. طبعا. قوي جدا يعني. قوي. طب ليه يا كابتن قول لي ايه اللي حصل يعني خلال 3-4 سنين؟ احنا كنا بعيد. يعني كنا متابعين اللعبه قعدنا فتره شويه بعيدنا وبعد كده في اخر 3-4-5 سنين رجعنا وبقوه. حتى ناشئيننا بقوا على منصات التتويج. ايه الشغل اللي اتعمل في 3-4 سنين دول؟ شغل مينلي انت هترجع لشغل اداري لان هو اللي ظبط المنظومه تماما. يعني كابتن وائل عزت ظبط المنظومه عمل جهاز قسمه تقسيمه كابتن محمود حسن كابتن فاضل مع جهاز السباحه كابتن علام. طبعا الهيكل بقى كله كابتن وليد عزت كابتن وليد وصفي ومدير فني صربي على اعلى مستوى ديانجوكوفيتش. يعني حاجه سي في مرعب
فطبعا عمل بلان للجهاز كله، الناس كلها مشيت على البلان دي، الوضع اختلف. حتى الشكل في الفيرست تيم اختلف، شكل الناشئين بقى وضعه مختلف وترتيبه اختلف. دلوقتي انت بقيت لسه حاجه بتقول من 4-5 سنين كنا احنا بعيد، لا احنا دلوقتي انفولفد، احنا بنخش نزاحم اي حد في البطوله يعني. خلاص مش معروف البطوله رايحه فين، بس نزاحم. هو طبيعي، ما احنا اتربينا ان انت بقى اول واحد بيخسر مركز تاني بالظبط في الاهلي، الثاني ده هو اول واحد متضايق، مش اللي طلع الاخير. صحيح، اول واحد خسران الكلام ده الكابتن بيتكلم يعني المركز الثاني بحاجه بتضايقك؟ انا عن نفسي يعني انا لو كنت اخدت التاني كنت هعيط، كنت هزعل جامد، عشان اما لعبت في الفرقه دي حبيتها وهي حبتني تاني زي ما انا حبيتها واكتر كمان، وقفت في ظهري في اي كان موقفي وحش او في التمرين. لازم اكسب. بيشجعوني لو دخل فيها جون، بيشجعوني حتى لو الجون غلطتي، بس لا بيشجعوني. طب ايه الكره اللي انت صديتها في الماتش، يعني في الماتش الفاينل، خلينا نتكلم في الفاينل، اللي انت حسيت ان انت يعني ربنا وفقك فيها قوي؟ لا، وفي كذا كوره. قول لي اهمهم. في كوره كانت نازله الفيرود، هما بيخطفوها بسرعه فور هاند، تنزل يروح لافف شويه على طول. فانا انا عن نفسي انا كنت متحمس بالزياده، زي يعني مع حد من الجوان يعني في 2004 قال لي عمر مهند، قال لي ان انت ما بترفعش ايدك. بس انا ما برفعش ايدي عشان انت متحمس، بس اتحمسي بزياده، فانا طلعت رحت شايلها بدماغي. بس كانت ممكن تخش في دماغك وتخش الجون. خلي بالك عشان الدماغ دي مش مضمونه. صح؟ للاسف طلعت بره. وشلت كورتين يعني مش واحده، اتنين بدماغ برضو ولا؟ اتنين بدماغ. ده عارف اللي بيصد بكل جوارح حاجات. هو احنا استفدنا من اسماعيل من السبيريت اللي كانت جواه جدا في الماتش الصراحه. يعني احنا يعني قبليها بيوم كان كابتن باسم وكابتن احمد حفناوي المعد النفسي قعد مع اسماعيل وقعدنا نتكلم معاه. الراجل نزل يوم الماتش معدي نفسك كابتن. طبعا كابتن وائل مش سايب حاجه في الجهاز، مش مقفوله الصراحه، يعني حاجة جميلة. يعني مفيش خانه مواربه الصراحه، ربنا يبارك له يا رب. بسم الله ما شاء الله. يعني قعد مع اسماعيل قبل الماتش واتكلمنا معاه. اسماعيل جاي يوم الماتش، انت مش بتتكلم مع، انا والله مش ببالغ، بس فعلا في كتله نار قدامك، في سبيريت طالعه، انت حاسس بالباور وحاسس بالانرجي اللي بتبعده من وشه عشان ده لازم. لا انت بتحاول بقى تسيطر لان الموضوع ما يبقاش زياده. ممكن يفرق عن السيطره. بس ربنا كرمه وتوفق في الماتش، وكان يعني من الاسباب الرئيسيه ما شاء الله، يعني ربنا يحفظه ويكمل له على خير. طب بص يا كابتن، انت طبعا يعني ماسك جيل 2005، جيل مهم. انت شايف مستقبل ووتر بولو في النادي الاهلي ازاي بالمقارنه بالانديه الثانيه؟ مستقبل ووتر بولو في النادي الاهلي، لا يعني الوضع في ازدهار تام ما شاء الله رب العالمين. ما شاء الله رب العالمين. انت عندك دلوقتي اجيال من اول جيل 2001 اللي هو تحت الفيرست تيم على طول بدايه قطاع الناشئين، لا انت عندك لغايه 2008 اعمار فرق ستل، فرق مستعده جدا، فرق تنافس جدا، فرق تاخد بطولات، مش 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 قدر اللي هي المنافسه فقط لا غير، لا ده فرق تكسب بطولات. يعني كابتن وائل كان الضيف عندي هنا طبعا ونورني وشرفني، وكان هو بيقول كده. لا يعني فعلا ده واقع يعني. حتى احنا ان شاء الله يوم الجمعه الجايه عندنا فاينل 2003، 2004 ان شاء الله هتبدا بطولتها في اول فبراير ان شاء الله، مصنفه جدا ان هي تبقى اول لان هي بعيده عن الفرق الثانيه، فالله المستعان. وتكمل بقى الفرحه الكبيره للفيرست تيم ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين. الجمعه الجايه ده نهائي الكاس مش كده؟ نهائي الكاس بتاع فرقه 2003. طب يعني اسماعيل اكيد ليك مثل اعلى صراحه. انا عن نفسي يعني شفت جوان كتيره في العالم كلها، واللي عجبني اكتر كابتن كريم وهب، هو جون الفيرست تيم في النادي الاهلي، هو عجبني كريم مصطفى وهبة. احنا كرياضيين نقول وهبة. فتلاقي هو معروف اكتر بوهبة، ما زي مثلا لما حد يبقى عارف لقب مثلا فلان السعيد مثلا. صح انت وهبة، قول وهبة مش لازم تقول. طب ايه اللي عجبك فيه؟ روحه السبيريت، طريقته في صد. صراحه هو برود فظيع، اعصاب هاديه جدا. بس انت مش كده، انت حماسي. انا حماسي بس في طلعتي المقص مثلا او طلعتي على الكوره، لا انا بطلع لها بمزاج. طب اسماعيل، اللي خلاك تختار تلعب حارس مرمى؟ خلي بالك مش كل الناس بتحب تلعب حارس مرمى، ايه اللي خلاك؟ انا صراحه زمان انا كنت لعيب، كنت بقف اصلا ستاندين باك، كنت بقف. تمام. فانا كان عندي رؤيه في الملعب، عشان هو بيكون اخر واحد في الملعب. صحيح. بس انا زمان كان في 40 واحد في اللعبه،
يعني 40 واحد في اللعبه؟ لا فاهم. 40 واحد في مركزي يعني. تمام. في المراكز السته اللي في الملعب كان في 40 واحد. انا قررت يا اما انافس في 40 ولا انافس في 3. انا قررتها انافس في 3، بس انا شفت ان في مستقبل في كجون اكتر من ان انا لعيب عشان اطول. بس حلو انك تبقى صريح مع نفسك يعني. حلو في ناس تقول لك لا يا عم انا مش هلعب، انا خش ليه في الكومبيتيشن. وسبحان الله تدخل وتالق وبقى حارس مرمى شفته يعني. انت بتدرس اولى ثانوي برضو يا اسماعيل؟ داخل على ثانوي عام. انت مفيش هزار. لا انا اي جي. اي جي فعلي كده كده ماشي. ما هو ده بلاش داخل انت على امتحانات الاي جي يا باشا. ما كله بص كله داخل المفرمه. طب خليني ارجع بقى معاك ونتكلم على يومك ازاي وتدريباتكم بتبقى ازاي. بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين. هنطلع لفاصل اعلان سريع وارجع لحضراتكم عشان نكمل طبعا سهرتنا وقعدتنا مع ابطال الووتر بولو 2005، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين لقائنا مع ابطال ووتر بولو 2005 وما شاء الله ابطال الجمهوريه وكاس احسن لاعب. يعني انجازات كبيره، وزي ما قلنا لحضراتكم الووتر بولو من الالعاب الحقيقه بتحظى بجماهيريه كبيره، يمكن مظلومين اعلاميا. كابتن توفيق كنا بنتكلم ده في الفاصل، يمكن انتم مظلومين اعلاميا شويه. ده بيفرق معاكم؟ هل بتزعلوا؟ هل يعني كلمني عن الموضوع ده. طبيعي ان انت بتحس ان انت راجل بتتعب وبتعمل مجهود وفي الاخر خالص مفيش اي نوع من انواع التقدير الاعلامي. دلوقتي بدا طبعا الحمد لله رب العالمين ان احنا النادي عندنا القناه بتاعتنا، فده طبعا موفر لنا الحته دي كتير، يعني مغطي لنا الحته دي كتير. من وانا بلعب النادي بيجي يغطي التمارين، بيجي يغطي ماتشات، تلاقي الراجل على طول صور على السوشيال ميديا، فانت دي حاجه بتبسطك. ولسه كمان الوضع يعني في تقدم ما شاء الله رب العالمين. وحتى لسه كنت بقول لحضرتك في الفصل، القناه من بعد ما التطوير اللي حصل لا بقت داخله اكتر واكتر، يعني الناس بقت بتجينا في التمارين وبتتابعنا. خلي بالك ما شاء الله احنا رياكشن. الاكشن الاساسي هو انتوا الابطال. تمام. النجوم اللي قاعده معايا والشباب اللي صاعد الواعد ده ما شاء الله. انتوا الاساس. احنا مجرد ان احنا بنساعد، ولسه ان شاء الله اللي جاي افضل. يمكن اسماعيل يعني اجي لك، انت في اولى ثانوي وطبعا داخل على فتره صعبه ثانيه وثالثه ثانوي، كلمني عن يومك خاصه انتوا تدريباتكم بتبقى بدري شويه. انا عشان اي جي فبيكون عندي حصتين بس تقريبا، ساعات بيكون عندي حصتين في اليوم. تمام. بخلص مثلا الساعه 12 قبل الظهر، فبروح انام. انا ساكن بعيد جدا عن النادي جدا يعني. ساكن فين؟ قبل العاصمه. قبل العاصمه دي فين؟ في الشروق ولا لا في ناحيه التجمع. ناحيه التجمع قبل العاصمه الاداريه بشويه. لا مشوار جميل جدا. انا باجي نفس مشوارك وعارف طبعا عشان كده. بس يعني برضو في وقت يعني كبير ضايع في الطريق. ساعه ونص او ساعه على حسب الطريق. وساعات يعني التمرين ممكن يكون من الساعه 9 مثلا، يخلص الساعه 12 وارجع الساعه 1. طب تمرينكم بيبقى في الجزيره مش كده؟ ثلاث ايام كده ثلاث ايام كده. الجزيره مدينه نصر. طبعا مدينه نصر اقرب لك شويه. انما الجزيره بتبقى مشوار. ست ايام في الاسبوع تمرين ما شاء الله كتير يعني. في سنك ما فيش حد بيتمرن يعني. الالعاب الثانيه ممكن يتمرنوا خمسه ممكن سته لو عندهم منافسات، انما سته ثابت ده كتير. صح. فانت محتاج توفق في مذاكرتك. طب والاسره، بابا وماما بيعملوا ايه؟ لا مامتي وبابايا بيوصلوني. ساعات بيوصلوني المترو لو احنا بروح المترو. بروح المترو انزل عند اوبرا. ما طبعا بيبقى المشوار مع الفرقه. بس بعد الطفره اللي هتحصل في المتروهات والكلام ده كله الدنيا هتبقى لا بروح بالعربيه. ما هتبقى الموضوع. بس هو ده التحدي. ما خلي بالك يعني في ناس بتبقى ساكنه في محافظات ثانيه وتيجي. فده التحدي. يعني اللعيبه بتعاني برضو يا كابتن. الناس فاكره ان اللعيب يعني بابا ومامته بيوصلوه بيجيبوه، يعني الراجل ده هو بيتكلم حضرتك ان هو ست ايام في الاسبوع التمارين. ده في الفتره الاخرانيه، فتره الكومبيتيشن بيريود. احنا في الطبيعي لا بنوصل ل 12 و13 واحده في الاسبوع. في تمرين الصبح الساعه 6 الصبح. فعلى حسب يقعدوا في النادي يا كابتن بعد؟ لا طبعا بيرجع لو عنده مذاكره او حاجه. لو احنا في وقت اجازه بيبقى براحته، بس انا بنفضل ان هو يروح عشان ياخد راحته والغذاء يبقى كويس والدنيا تبقى تمام، بدل ما ياكل من بره. لا واكل في البيت اكل تمام وغذاء مظبوط واخد راحته عشان يقدر يجي فريش لتمرين بالليل. التمرين اللي فيها الموت بقى. يعني الصبح تمرين شويه بسيطه، بالليل دي بقى بتبقى انتوا كام لاعب في الفرقه يا كابتن؟ احنا السكور شيت بيبقى 15 لاعب. من كام؟ يعني من القوام الفرقه 30. 30 يعني بتختار 15 لاعب. 15 للماتش. للماتش بس انت اللي بتمررهم 30. 30 30 ده يعني رقم كبير صعب تسيطر عليه كابتن. 30 يعني. لا الولاد طبعا يعني والاهالي في سبورت والجهاز سبورت للمدرب. انت بتشتغل ومعاك اثنين مدربين، مدرب ومساعد. ف لا
لا يعني النادي موفر ومغطي الحته دي من غير بحيث ان انت ما تبقاش مدرب واقف متشتت. صحيح. ما تبقاش واقف ان انت مش عارف تبص هنا ولا تركز مع ده ولا تركز مع ده. لا الاجوان انت بتديها لمدرب حراس المرمى بيشتغل عليها. أيوة الناس البوزيشن او كده. اه متقسمين طبعا. مش انت لوحدك في الجهاز. طب يا كابتن مين اللاعب اللي انت تشوفه وهو بيعوم مثلا لسه صغير مثلا 2008 2009 تقول لا ده انا عايز ووتر بول؟ ايه المقومات او يعني لو ولي امر بيتفرج علينا؟ مبدئيا الجسم. ايه اللي في الجسم؟ جسمك يعني جسمك مفرود اكتر، طويل، دراعاتك طويله، اطرافك مباح ان انت ممكن تستعمل، مش دراعك قصير. يعني تقدر تلعب الوتر بولو، بنيانك قوي من غير لسه ما لعبناش. الوراثه ممكن لو شفت الاب او الام. اه طبعا. تقدر تعرف. خاصه لو كان والده بيمارس ووتر بولو او والدته قبل اب والده. هو ما فيش طبعا السيدات. بس ما فيش سيدات في مصر. ووتر بولو يعني والده لو كان بيلعب ده بيأثر يعني؟ هل ده بيبقى طبعا جينات طبيعيه؟ جينات طبيعيه بتتنقل للاولاد، فلو باينت عليه طبعا ايه المانع ان هو يعني. اسماعيل انت ايه اللي اصلا وجهك للووتر بولو؟ يعني ياسين قال انا كنت بلعب سباحه، فارس قال انا كنت بلعب سباحه، انت كنت نفس الكلام ولا بدايتك ووتر بولو؟ لا انا بدايتي كانت فولي. فولي حاجه ثانيه خالص. حاجه بره خالص. طب ليه اللي خلاك تروح ووتر بول؟ الفولي لعبه ممتعه جدا. ممتعه جدا. انا بحبها. بس انا كنت ساعتها ماشي ورا خطوات اخويا الكبير. كان بيلعب ايه اخوك الكبير؟ هو كان بيلعب فولي. انا قلت امشي ليه في خطواته، اعمل لنفسي طريق. اسماعيل متمرد جامد قوي. متمرد جامد قوي يعني. بص قال لك انا مش همشي، لا انا عايش في جلباب اخي. مش ابي. لا عايش في جلباب اخي. قلت انا مش هلعب. طيب مش هلعب فولي. طيب فجربت كذا لعبه. نعم. ايه اللي جربته مثلا في السكه؟ هاندبول، وجربت باسكت، لعبت كوره. انت فاضل لك لعبتين وتخش الاولمبياد. ما شاء الله. خماسي حديث. لو لعبت خماسي حديث كمان؟ ايه لعبتها مع اصحابي بس مش اكتر. مش اكتر. طب وبابا وماما كانوا متحملين كل ده؟ لا بابا انا كنت ساعتها ساكن في مدينه نصر. فكانت الدنيا قريبه. فانا كنت اللي هو بروح بقى اقعد مع اصحابي، اقعد العب على بلاي ستيشن. طيب بعد كده قلت لا انا اروح ووتر بولو العب، وكمان انا هسيب الزحمه دي، انا العب ورا العب جون وماليش دعوه. انت هتخش تضربوا في بعض. انا مالي. بس انت دخلت وتفوق. انا بتضرب. بتضرب؟ ما طبعا بتضرب. ما اكيد انا بلعب في الجون بتضرب. ما طبعا لما الكره بتوصل لغايه الجون بيبقى فيه ضرب. طب اقول لك يا كابتن، بنسمعه الكلام ده صح؟ بيبقى فيه ضرب تحت الميه وشد وبتاع، بيبقى الكلام ده مظبوط؟ طبيعي. ده انت بتقول طبيعي؟ ده طبيعي. ده الطبيعي. ما بتزعلش؟ ما بتتقمص مثلا من اللعيبه؟ ما هي اللعبه كده. ما انت غصب عنك ممكن كوع يخبط في حد. لا ده في ناس بتتعمد ركبه. في ناس بتتعمد طبعا، بس هو يعني الاذى مش مطلوب. يعني مش الاذى ان انت، انا مش نازل عشان اذي اللي قدامي، انا اوريدي نازل عندي تارجت ان انا اكسب بطوله، العب ماتش حلو، احقق حاجه للنادي بتاعي. لو الموضوع غصب يعني غصب عنك في اطار اللعب، لا ده وارد جدا وعادي ان هو يحصل. لكن انت تخرج عن الموضوع، تخرج عن النص، لا ما انت هتتعاقب بقى. في تحكيم وفي طرد، وفي طرد بدون بديل. فرقتك تقعد خسران 4 دقايق بتلعب ناقص. لا مشكله يعني ليها عقوبات. طب يعني برضو بيبقى في حاجات مش فوق سطح الميه، مش باينه. الحكام بيعرفوا يجيبوها. طبعا. اللي خلي بالك اللي واقف بره بيشوف اكتر كمان. يعني اللي واقف بره شايف اكتر، شايف الزاويه كبيره شايف اكتر. و 90% اللي بيحكم بيبقى ممارس اللعبه، فعارف، ففاهم الوضع عامل ازاي. طب اصعب ماتش ليك كان في البطوله يا كابتن؟ يعني فاينل هليوبوليس. فاينل ما كانش في ماتشات قبل كده؟ في 5 ماتشات في اسكندريه. كان عندي طبعا انا الفكره في الـ5 ماتشات بتوع اسكندريه. المده انت لعبت 5 ماتشات في 3 ايام. ايه ده؟ يبقى صبح وبعضهم. لا يبقى انت بتلعب صبح. انا ويك اند، خميس جمعه سبت. خميس كان عندي ماتش، جمعه وسبت ماتش صبح وماتش بعضهم. ده كان لود. استنى بقى، انت دلوقتي عندك 30 لاعب، طب انت بتلعب ب 15 15 ولا في لعيبه لعبوا الاثنين؟ لا انا سجلت 18 سافرت، سجلت 20 سافرت بيهم. يعني انت بدلت في 5 بس. بدلت يعني في 10 لعبوا الصبح. شفت انا مذاكر كويس. قول تقريبا يعني 10 لعبوا انتوا 20. لا ما هو انت لازم تسجل 15 في الماتش. ايوه ما هو ممكن. ماشي. نقول اولموست مثلا في 10 او ممكن 11 او 12. انت مش لازم تغير 5 كاملين. فانت على الاقل عندك 5 لعبوا لما يكون ازيد. 5 لعبوا الصبح وبالليل. بالليل. طب مش ده يعني صعب؟ مجهود بس بتبقى انت مستعد له يعني. الحمد لله رب العالمين. على الكل طبعا. كسبنا الـ5. كسبنا الـ5 الحمد لله رب العالمين. كان اصعب ماتش هناك سبورتنج؟ سبورتنج. كان فين؟ على صاله. على ملعب نادي سموحه. عندهم حمامات حلوه. سموحه عامل حمام اولمبي هايل ما شاء الله. وانت نفس تتفق مع الكابتن كان اصعب ماتش سبورتنج؟ هو كان فعلا اصعب ماتش سبورتنج. اصعب من هليوبوليس؟ ممكن حضرتك تقول كده. عشان ساعتها انا كنت متوتر. كنت متوتر؟ ليه ماتش سبورتنج كنت متوتر؟ ماتش سبورتنج ما كنتش متوتر؟ لا كنت متوتر في ماتش سبورتنج. ليه يعني؟ عشان الماتش ده انا كنت مستنيه بقالي سنه.
ده واضح ان في طرق قديم بقى يا كابتن. لا ده هنخش في الحته الدراما دي. ليه بقى الطرق القديم يا عم وانت لسه عندك 15 سنه؟ الماتش بتاع اسمه ده سبورتنج هو صعب ومع ذلك يعني في بروفايل كده على انستغرام بيحدد كده من نظريات الناس مين احسن جون او احسن لاعب وكده. انا ما كنتش اعرف تمام. لقيت اسمي موجود واسم من سبورتنج واحد اسمه ياسين شريف. جون في اختيار ما بينهم على الانستغرام يعني السوشيال ميديا دي هتودينا في داهيه يا كابتن. اتفضل معاك. فانا ما كنتش اعرف. هو كان عنده فوتس 300 وانا 275 تمام. 25 صوت. صحابك فين في المدرسه بيعملوا ايه؟ لا كانوا قاعدين يضحكوا انا كنت قاعد اضحك. ادي لاصحابك اللينك وخليهم يصحابوا الموبايلات هناك في اسكندريه. اصحابنا الموبايلات مفيش. فانت كنت عايز تلعب كويس. انا كنت عايز ابين للناس ان اسمها لا قرروا مين شوفوا مين انتوا مين من نظريتكم شوفوا الماتش. الحمد لله انا لعبت كويس مع ذلك هو ما انا للاسف هو ما لعبش كان عمر رضوان. هو صاحبي برده صديقي يعني بحبه. انا يعني الفرقه دي انا كلها صحابي تمام. انا ما شفتهم تاني يوم بالظبط والله عزم عليا الفطار. شفت بقى هي روح كده هي روح كده. بس هم كلهم زمايل في منتخب مصر بالظبط. كلهم زمايل في منتخب مصر بيتجمعوا وبيقعدوا بيسافروا وبيعيشوا مع بعض فترات اكتر من اللي بيقعدوا في بيتك صحيح. بس حاجه جميله يا كابتن والله انا نفسي اللي والله انا مستمتع جدا باللقاء. ربنا يخليك. بس غصب عنا الوقت بينتهي. كابتن توفيق جمال طبعا مدير فني فريق 2005 واللي حصل على بطوله الجمهوريه وما شاء الله كؤوس يعني لا تنقطع معانا. بشكرك والف مليون شرفت بحضرتك جدا. انا بشكرك وبشكر كل القائمين على البرنامج وبشكر اداره النادي ومجلس الاداره للثقه والجهاز الثقه اللي حطوها في فرقه 2005 وفيا. بشكركم جميعا يعني وبشكرهم للسبورت اللي حصل يعني الصراحه استحقوا كده وانتم ما خذلتوش الجميع. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وان شاء الله اللي جاي افضل ان شاء الله رب العالمين. اسماعيل خواجه حارس مرمى الفريق بشكرك شكرا جزيلا. واوعى تتوتر تاني يا سمر. حاضر ماشي. الف مبروك يا حبيبي. اعزائي المشاهدين ده كان قصتنا وحكايتنا مع ابطال ووتربول 2005. انتظرونا يوم الاربعاء القادم وان شاء الله هيبقى معانا قصه جديده وبطل جديد ولكن الاربعاء ان شاء الله. شكرا.